ان شاء الله ان شاء الله. نحن دائما نحن متفائلين، التفاؤل دائما مطلوب. اليوم الداون تاون ومحيطه هيك كثير شوارع موجوده تضوت، يعني والمبادره هي تظافر جهود الكل لحتى نعمل مواصفات داون تاون كيف تنشغل كيف تنعمل، ولاحقا طريق المطار، وعنا دبي، وعنا في كذا مشروع بين ايدينا حيكون لهم وقع ان شاء الله، وحترجع هيك العاصمه تحسيها منوره، فيكم منوره هي اصلا.